مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. خلال أيام هذا الأسبوع تنخفض درجات الحرارة قليلا، لكن تبقى الأجواء حارة في عموم المملكة، وأيضا تنشط الرياح الشمالية الغربية في المناطق الغربية وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد. يوم الأحد أجواء مغبرة في المناطق الشمالية وحارة. المنطقة الشمالية الغربية 38، العظمى والصغرى 26، المنطقة الشمالية الشرقية 40، 27 أجواء مغبرة، والمنطقة الشرقية والوسطى العظمى بحدود 45 أجواء حارة، والصغرى ما بين 32 إلى 33 درجة، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 40 إلى 33. أما المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر في فترة ما بعد الظهر والمساء. يوم الأحد استمرار الأجواء حارة في معظم المناطق. المنطقة الشمالية الغربية 38 27، الشمالية الشرقية 40 29، أجواء حارة في المنطقة الشرقية 45 32، وحارة في المنطقة الوسطى 44 33، وحارة في المنطقة الغربية 41 31، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع أمطار متفرقة بعد الظهر والمساء 28 إلى 21 درجة مئوية. الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، أجواء حارة في عموم المملكة. المنطقة الشمالية الغربية 41، العظمى والصغرى 29، الشمالية الشرقية 42 30، وأجواء حارة في المنطقة الشرقية والوسطى والعظمى 45 والصغرى 33، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 40 31، وغائم جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية 30 إلى 21 مع بعض الأمطار المتفرقة خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء. ويوم الأربعاء استمرار الأجواء حارة. المناطق الشمالية الغربية 42 29، الشمالية الشرقية 44 31، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 45 إلى 34، والمنطقة الوسطى 46 33، والمنطقة الغربية 40 إلى 31، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة في فترة ما بعد الظهر والمساء 30 إلى 21 درجة مئوية. الخميس أجواء حارة في المنطقة الشمالية الغربية 41 29، حارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الشمالية الشرقية 45 إلى 31، وأيضا حارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 45 إلى 35، والمنطقة الوسطى 45 إلى 33، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 41 إلى 33، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية 29-21، أجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة. ويوم الجمعة القادم إن شاء الله، المنطقة الشمالية الغربية 40-27، أجواء حارة الشمالية الشرقية 44-31، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 45-35، والمنطقة الوسطى حارة إلى شديدة الحرارة 46-34، وأجواء حارة ومغبرة في المنطقة الغربية 41-33، وأجواء تقريبا معتدلة من حيث درجات الحرارة، غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.